هل صلاة النفل مباشرة بعد العشاء جائزة أم يستحسن أن يكون هناك فصل بين الصلاة المفروضة وصلاة النفل؟ أما الراتبة إنها تصلى بعد صلاة العشاء مباشرة لأنها تابعة لصلاة العشاء ومرتبطة بها، وأما النفل المطلق فهذا محل سعة، له أن يأتي به بعد العشاء مباشرة، وله أن يؤخره إلى آخر الليل أو إلى وسط الليل أو إلى وقت قليل بعد العشاء، هو مخير في هذا الأمر، في هذا وأسأل جزاكم الله خيرا.